أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل لو حصلت المزارعة فيما يكون حشيشا للغنم، لو حصلت المزارعة فيما يكون حشيشا للغنم، علف يعني، علف للغنم، زرع يعني، زرع علف، ايه وش فيه؟ كالبرسيم ونحوه. لا بس طيب، ايه نعم. أحسن الله إليكم فضيلة سواء كان زرع يوكل للآدميين أو للبهائم، كله الزرع كله يطلق عليه زرع. نعم.